السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤية التفاح في المنام للمرأة المطلقة والأرملة. إذا رأت المرأة المطلقة أو الأرملة في المنام أنها تشتري التفاح بكمية كبيرة وكان التفاح فاسدا، دليل على أن هناك أشخاص منافقين يتحدثون عنها بالسوء ويظهرون لها الحب، لذلك يجب أن تكون على حذر ممن حولها. أما رؤية المطلقة أو الأرملة التفاح أخضر أو أحمر اللون وطعمه لذيذ، فهو دليل على سماع الأخبار السعيدة والسارة قريبا، فالتفاح السليم دليل على الرزق والخير والفرج. أما التفاح الأصفر للمطلقة والأرملة يدل على التعب والهم. رؤية التفاح الأحمر للمطلقة والأرملة دلالة على سعادة مقبلة في حالة أكله أو قطفه، خصوصا إذا كان طعمه حلوا أو أعجبها شكله، وإن لم يعجبها أو كان مر الطعم أو فاسد يدل على حزن قصير الأمد سريع الزوال، والله أعلم بكل حال. إذا شهدت مطلقة أو شهدت أرملة أنها تقوم بشراء التفاح في المنام فيرمز إلى البدايات الجديدة والفرص المتاحة أمامهم، قد ترمز الرؤية إلى بداية فصل جديد من حياتهم، فيمثل شراء التفاح استثمارا في الذات، نمو شخصي. أيضا شراء التفاح بيدل على السعادة، على الراحة، على تحقيق توازن في حياتك. يعد التفاح الأحمر في منام المرأة المطلقة والأرملة على استقلالها وقوتها، قد يرمز إلى القدرة على اتخاذ قراراتها الخاصة والتحكم في حياتها. التفاح الأحمر بالنسبة للمطلقة والأرملة بيرتبط بالعواطف والحب، فإن كانت تشعر بالوحدة بعد انفصالها أو كانت تشعر بالوحدة الأرملة بعد فراق زوجها، فقد يرمز التفاح الأحمر إلى رغبتها في إيجاد حب جديد وعاطفة في حياتها. فالتفاح في منام المطلقة أو الأرملة دلالة على رغبتها في التحول والنمو الشخصي بعد تجربة الطلاق أو الانفصال. ربما يكون الحلم بالتفاح الأحمر تذكير للرائية بالجوانب الإيجابية في حياتها وتقدير ما تملكه بالفعل. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد، فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.